قرر وزراء خارجية الاتحاد الافريقي إحالة موضوع اجتماعات الاتحاد مع البلدان بصفتهم الفردية إلى لجنة الممثلين الدائمين للمزيد من الدراسة واقتراح صيغة تمثيل الاتحاد الافريقي في هذه الاجتماعات والاختيار بين حضور جميع الدول الأعضاء وتمثيل الاتحاد من طرف مكتب القمة ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية. ويعتبر موضوع مشاركة جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي في الاجتماعات التي يعقدها الأفارقة مع الشركاء الدوليين كبعض المنظمات الإقليمية وبعض البلدان الكبرى وكذا وضع أسماء الدول وأعلامها خلال هذه الاجتماعات من القضايا الخلافية بين الاتحاد وشركائه الدوليين، خاصة وأن هؤلاء الشركاء بالإضافة إلى العديد من الدول الإفريقية لا يعترفون بجبهة البوليساريو. وقد طرحت مشاركة الجبهة موضوع جدل داخل عدة اجتماعات كالاجتماع مع الجامعة العربية والاجتماع مع اليابان بسبب اعتراض المغرب على هذه المشاركة استنادا إلى عدم اعتراف هؤلاء الشركاء بالبوليساريو وتمسك المحور الذي تقوده الجزائر وجنوب إفريقيا بمشاركة الجبهة باعتبارها عضوا في الاتحاد الإفريقي. جدل ظل يتجدد مع كل اجتماع يعقده الاتحاد الافريقي مع شركائه الدوليين، حيث سبق لوزير خارجية اليابان أن أشار خلال اجتماع سابق عقده الاتحاد الافريقي مع اليابان إلى أن تواجد جبهة البوليساريو داخل الاجتماع لا يعني وتحت أي ظرف صراحة وضمنا أن اليابان تعترف بهذه المجموعة كدولة، مؤكدا أنه من غير المسموح وضع أي أسماء على المقاعد من غير اسم الاتحاد الافريقي المنظمة مشاركة في الاستضافة واليابان، كما لا يسمح بوضع أي علم داخل قاعة الجلسات العامة إلا أعلام الاتحاد الإفريقي المنظمة المشاركة في الاستضافة واليابان. أعلنت المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات المعروفة اختصارا بدرلم انترناشونال على خطواتها لمحاصرة البوليساريو أمام المحاكم الدولية الإفريقية. وقالت رئيسة المنظمة أمال بوسعادة العلمي في ندوة صحفية يوم أمس أن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان قبلتا دعوتين قضائيتين قدمتهما المنظمة ضد 42 من قيادة البوليساريو منهم إبراهيم غالي. وأضافت أن الجرائم التي ارتكبها البوليساريو ضد أبناء الأقاليم الصحراوية في المخيمات ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وفق ما تنص عليه القوانين الدولية ولا يجب السكوت عن الأمر. وذكرت أن لائحة الضحايا التي قدمتها المنظمة بالتعاون مع جمعية العودة لضحايا سجون ومعتقلات البوليساريو بطنطانة فيها 40 فردا منهم 22 امرأة و18 رجل وطفلين تعرضوا لانتهاكات جثيمة وخطيرة وممنهجة من طرف جلادي البوليساريو. وأبرزت أن البوليساريو تلعب بورقة حقوق الإنسان في عدة مناطق في العالم رغم أنها تنتهك الحقوق كل يوم. وكشف أن المنظمة لم تتلقى أي رد رسمي من رئيس الحكومة سعد الدين العثمانية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية بعد توجيه مراسلتين لهما بعد قبول شكاية المنظمة في المحكمتين المذكورتين. وحكى الشويعر محمد رئيس الجمعية العودة لضحايا السجون ومعتقلات البوليساريو عن جانب من الجرائم التي ارتكبت منها القتل والرمي بالرصاص وأشكال التعذيب والاغتصاب والمقابر الجماعية مطالبا بإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين. في خطوة استفزازية جديدة شهدت منطقة القرقرات وفودا انفصاليين محسوبين على جبهة البوليساريو سعيا منهم إلى إقامة مخيم في المعبر الحدودي، حيث شرعوا في نصب خيام ويعول هؤلاء على خلق فوضى وتصعيد جديد يتحدى القرارات الأممية، حيث لم يشرعوا فقط في نصب خيام في المعبر الحدودي بل عمدوا إلى قطع الطريق أمام عشرات الشاحنات المغربية المتجهة صوب دول جنوب الصحراء عبر القرقرات المنفذ الوحيد إليها.
وتغنى الانفصاليون في مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة إمهاده، حيث أكدوا أنهم بهذا يعبرون عن استيائهم من قيادة الجبهة الانفصالية التي يتهمونها بالتهميش والتخويف والحجز، كما يعتبرون أن زحفهم إلى المنطقة العازلة بمثابة مواجهة جديدة ضد المغرب باستهداف مئات الشاحنات العابرة للمعبر الوحيد. وأكد مصدر مطلع أن هؤلاء الانفصاليين عمدوا إلى استفزاز سائقي الشاحنات المتوقفة لإثارة مزيد من الفوضى. ولفت المصدر إلى أن قيادة الجبهة، وإن كان هذا شكلا احتجاجيا ضدها، فإنها دفعت بهؤلاء إلى الزحف نحو القرقرات وتعول على دفع المزيد من أتباعها لتكثيف تواجدهم بشكل يشبه مخيمات قديم الزيك التي شهدتها العيون منذ سنوات. وصلت قضية النشطاء الثلاثة الذين اعتقلتهم ميليشيات جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أثارت قضيتهم جمعيات حقوقية مغربية وصحراوية عملت على التعريف بهم. استغلت الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء فرصة انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 24 يونيو إلى 12 يوليوز من أجل طرح قضية اختفاء 3 نشطاء صحراويين في مخيمات تندوف بعدما اعتقلتهم ميليشيات تابعة لجبهة البوليساريو. وفي تصريح لموقع بلادي المغربية، قال مصدر من مقر مجلس حقوق الإنسان في انتكاسة لممثلي جبهة البوليساريو المتواجدين في جنيف، تم نشر صور للنشطاء 3 مع توضيح تواريخ اعتقالهم من قبل ميليشيات البوليساريو باللغتين العربية والإنجليزية. كما عملت الجمعيات الحقوقية على تقديم توضيحات للوفود الأجنبية بشأن المعتقلين 3، وهم مولاي أبا بوزيد أحد منسقي المبادرة الصحراوية للتغيير الذي اعتقل أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين بمخيمات تندوف يوم 17 يونيو الماضي، وفاضل بريغا العضو أيضا في المبادرة الصحراوية للتغيير الذي اعتقل في اليوم الموالي، ومحمد زيدان الناشط أيضا ضمن نفس التنظيم والذي اعتقل يوم 19 يونيو. وعلى عكس ما كان يحصل في الدورات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقلت الجمعيات الحقوقية القريبة من المغرب من موقع الدفاع إلى الهجوم على الجبهة الانفصالية التي كانت تعتمد في مهاجمة المغرب بالخصوص على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت الجمعيات ذاتها لأن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز النشطاء 3 رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالهم، وتتضارب الروايات حول أماكن احتجازهم. فقد سبق لموقع المستقبل الصحراوي المقرب من جبهة البوليساريو أن قال إنهم موجودون في سجن الذهيبية، وبعد أيام عاد الموقع نفسه ليشير إلى أنهم يتواجدون في المرة العسكرية 12 أكتوبر التي يتخذها درك البوليساريو مقرا لها. وسبق للمبادرة الصحراوية للتغيير أن وجهت رسالة مفتوحة يوم 3 يوليوز الجارية إلى المفوضية الأوروبية، طالبت فيها من فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية بالتدخل من أجل ضمان حماية وإطلاق سراح السجناء السياسيين 3 المحتجزين منذ منتصف شهر يونيو بمخيمات تندوف في الجزائر. ويوجد من بين السجناء 3 سجينين يحملان الجنسية الإسبانية، هما مولاي أبا بوزيد وفاضل بريغ اللذين ولدا بالصحراء حينما كانت تحت الاحتلال الإسباني. وعلاقة بالموضوع ذاته، سبق للمبادرة الصحراوية للتغيير التي ينتمي لها المعتقلون 3 أن أعلنت في بلاغ لها يوم 29 يونيو الماضي عن إدانتها للأساليب الملتوية والشطط البين في سوء استخدام السلطة
ومحاولة تأليب الرأي العام الوطني ضد مناضل وإطارات المبادرة. واعتبرت المبادرة في بلاغها أن هذه الاعتقالات تعد خرق واضح للحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإدلاء بالرأي، وأضافت أن ما حدث في حق هؤلاء المواطنين ما هو إلا مطية ومساعي يائسة للمساس بالمبادرة الصحراوية من أجل التغيير. كشفت مصادر إعلامية موريتانية نقلا عن مصادر من القصر الرئاسي الموريتاني أن الحكومة الموريتانية لم توجه دعوة إلى جبهة البوليساريو لحضور حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني المقرر مطلع شهر غشت المقبل. ونقلت صحيفة أنباء أنفو أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي تسلم حقيبة الدبلوماسية الموريتانية من سلفه ولد إيزيد في 11 يونيو 2018 يتفادى الالتقاء بشكل ثنائي مع ممثلي جبهة البوليساريو على هامش الاجتماعات الإفريقية التي تحضر الجبهة بصفة كيان دولة. وقد دعت الحكومة الموريتانية في مقابل ذلك كلا من نظيرتيها الجارتين الشماليتين المغرب والجزائر لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني حسب ذات المصادر.